السيارات في مصر والشوارع مزدحمة، وعندنا في حدائق كتير. اسمي ميشيل حنا، صيدلي وعضو مبادرة تراث مصر الجديدة. والموضوع ابتدى ان انا كنت بتغاظ من جيراننا اللي حوالينا والمحلات اللي بيقطعوا الشجر تحت بيتنا وقصادنا. ابتديت ارصد الموضوع ده، لما بلاقي حاجة مقطوعة او حاجة مش في مكانها بصورها وبحط الاتنين جنب بعض، ده كان كذا وبقى كذا، يا جماعة انتبهوا للموضوع ده. دايما تلاقي اصحاب المحلات عايزين يقطعوا الشجره علشان اليافطه، لان اليافطه اهم من الشجره. شركات الاعلانات بيقطعوا الشجره عشان الاعلان يبان، او وساعات يعملوا تقليم جائر، يعني يقطعوا الشجره بالمنشار ويسيبوا الجذع بس، وبيحطوا جاز غالبا يعني في الشجره عشان ما تطلعش تاني، وبعد فتره بيتشال بقى الجذع ده وكانها ما كانتش موجوده. يعني في بقى يعني اكتر حد بيشيل الشجر حاليا هو المؤسسات الامنيه، لانهم يعني حوالين الاقسام دايما يشيلوا الشجر ويركبوا كاميرات مراقبه، والناس دي محدش بيحاسبها. يعني الاحياء ان هم بيتعاقدوا مع مقاولين لتقليم الشجر، فبيقطع اكبر كميه منها لان الحاجات دي بتتباع. مشاريع توسيع الشوارع، مثلا في مشروع توسيع شارع العروبة، حاولنا كتير نتواصل معاهم لنقل الشجر، وخصوصا ده شيء متاح يعني وتنفذ في مصر قبل كده. يعني اثناء عمل كوبري الجلاء في الثمانينات، كل الشجر اللي كان في ميدان الجلاء اتنقل لميدان الحجاز واماكن تانية. يعني القوانين بتمنع قطع الشجر، بس فين اللي بيحاسب وفين اللي بيبص؟ وهما بيعتبروا الموضوع ده تافه اصلا، يعني يقول لك شوف الناس اللي بتموت انت جاي تتكلم على شجرة. ممكن اقول وضميري مرتاح ان احنا من بعد الثورة فقدنا يمكن نص الغطاء الاخضر اللي عندنا في مصر. يعني هو اللي انا بعمله كله ده يعني كمجهود فردي يعني او كمجهود ضمن المؤسسة، ان هو الناس يبقى عندها وعي. الموضوع مش هيرجع طبعا زي زمان، لكن كل أمل إن الموضوع يقف لغاية كده.